يقول السائل: ما الفرق بين النصيحة والتعيير؟ لأن البعض يجعلهما من جنس واحد وهو التعيير. النصيحة هذه مأمور بها شرعا، قال تعالى: النصيحة مأمور بها شرعا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. والنصيحة أن تذكر المخالف بمخالفته وتبين له خطأه إشفاقا عليه وحرصا عليه، هذا مأمور به، دين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والله وصف الرسل عليهم الصلاة والسلام بأنهم ناصحون، بأنهم ناصحون لأممهم. النصيحة خير مأمور بها، وأما التعيير فمنهي عنه: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم، يعني يلمز بعضكم بعضا، ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق، سمى الله ذلك فسوقا. التعيير لا يجوز، السخرية بالناس لا تجوز، تنقص الناس لا يجوز، وقصد الناصح منفعة المنصوح، وقصد المعير التنقيص للمعير، النقص في حقه. والغيبة كل هذه محاذير، لأن التعيير يدخل فيه الغيبة، أن يغتابه ويذكر مساوئه لحال غيبته، هذا من التعيير، أو تنقصه بفعل من أفعاله أو بصفة من صفاته. المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. نعم.